يمثل التقاضي بشأن المناخ حلاً آنياً لمكافحة التغيرات المناخية ومحاسبة المقصرين في هذا المجال، وبات الأفراد يتجهون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة هذه الأزمة. فمنذ بداية ديسمبر عام 2022 رفعت نحو 2200 قضية متعلقة بالمناخ في 65 ولاية قضائية حول العالم، بما في ذلك المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويمثل هذا زيادة مضطردة في العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ بأكثر من الضعف منذ عام 2017، وهي نسبة آخذة في الازدياد في مختلف أنحاء العالم. وتظهر غالبية القضايا المعروضة على المحاكم روابط ملموسة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، وتقع ضمن 6 فئات تعكس مسؤولية الحكومات والمؤسسات في تنفيذ الالتزامات المناخية الصادرة عن اتفاق باريس. يوضح هذا الحراك القضائي أهمية سيادة القانون البيئي في مكافحة أزمات الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، ويتيح تحقيق العدالة في قضايا حماية البيئة وحقوق الإنسان.